السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معاكم مستر عبد الرحمن مدرس اللغة العربية بالمدرسة. النهاردة هنتناول قصة كفاح شعب مصر. القصة دي كتبها الدكتور عز الدين فراج، بيعرض فيها أحداث تاريخ مصر منذ بداية التاريخ وصمود الشعب المصري ضد الغزاة والمعتدين. أهداف القصة دي إن احنا نقتدي بالأبطال في حبهم للدفاع عن وطنهم، وبنستنبط جوانب العظمة في تاريخ الشعب المصري. القصة دي بتتناول كفاح المصريين على مدى العصور كلها منذ بداية الفراعنة إلى العصر الحديث. الفصل الأول بيتناول جيش تحرير مصر، وملخص الفصل ده سريعا بيتكلم عن احتلال الهكسوس لمصر. بيقول لك إن الهكسوس احتلوا مصر واتخذوا مدينة أواريس عاصمة لهم، فوحد سكن النراع الصفوف لمحاربتهم، وجاء بعده ابنه كاموس ليطهر الصعيد منهم، ثم أخرجهم أحمس من مصر كلها. بداية الهكسوس هم جماعة من الرعاة أتوا من الشمال وكانوا يعيشون في آسيا، وقد أتوا إلى مصر للتدخل في شؤونها ولتفرقة الصف الشعب المصري أو صفوف الشعب المصري. عملوا على تفرقة صفوف الشعب المصري بثلاث حاجات. أول حاجة كانوا يظلمون الناس، تاني حاجة كانوا ينهبون أقواتهم، رابع أو ثالث حاجة كانوا يسرقون الأموال ويشردون الأبناء. يبقى في ثلاث حاجات اعتمد عليها الهكسوس في تفريق الشعب المصري. يبقى من تاني، أول حاجة إن هم كانوا بينهبوا أقواتهم، تمام، تاني حاجة كانوا يسرقون الأموال ويشردون أبنائهم. طبعا المواقف دي خلت الشعب المصري يغضب غضب شديد جدا. الهكسوس بعد ما عسكروا في مدينة اسمها مدينة أواريس اتخذوها عاصمة لهم، وبدأت جرائمهم تعم على الشعب المصري، وبدأ المصريين في الغضب والسخط من الهكسوس. مدينة أواريس اللي هي حاليا الآن محافظة الشرقية. طبعا الهكسوس ما اكتفوش بأن هم يتدخلوا في شؤون المصرية، لا، بل راحوا يسخرون من عادات وتقاليد المصريين. من ضمن العادات والتقاليد دي ان ملك الهكسوس ارسل الى امير طيبة اللي هو اسمه سكن نراع، وده كان اقوى امراء الفراعنة او اقوى امراء المصريين القدماء، اسمه سكن نراع، ارسل له رسالة تزعجه. قال له فيها ان افراس النهر في طيبة تزعجني في اواريس، وان لم تكف افراس النهر عن هذه الاصوات فسوف ارسل لك من يبيدها. طبعا من الحاجة الغريبة ان افراس النهر او اصوات افراس النهر بتزعج ملك الهكسوس في اواريس. المسافة ما بين طيبة اللي هي الاقصر الان وما بين اواريس اللي هي حاليا الشرقية الان اكتر من 700 ميل. الرسالة دي اغضبت سكن نراع لان فيها تهديد ووعيد من ملك الهكسوس. في اللحظة دي بعد ما غضب سكن نراع اجتمع برجاله وقرر دعوة جميع أمراء مصر وتوحيد الصف، وحضر جميع الأمراء وعالت الأصوات غاضبة رافضة للإهانة، وقرروا تأديب ملك الهكسوس، ووعد كل أمير بتقديم كل ما يملك. الإمارات اللي اتحدت مع بعضها لمحاربة ملك الهكسوس هم خمس إمارات: إمارة بوتو، إمارة قفط، إمارة أرمنت، إمارة أبيدوس، إمارة طيبة. يبقى في خمس إمارات مع بعضهم اتحدوا لمحاربة ملك الهكسوس. من تاني هم إمارة بوتو، إمارة قفط، إمارة أرمنت، إمارة أبيدوس، إمارة طيبة. كل أمير من أمراء المناطق الخمسة بدأ أن هو يقدم ما يملك لمحاربة ملك الهكسوس. أمير أرمنت قال لسكن نراع: سأقدم لقتال هؤلاء الدخلاء كل ما أجمع من عربات لكي نحاربهم بمثل ما يحاربونا. أمير أبيدوس قال: لن أترك في مقاطعتي رجلا إلا أرسلته لقتال الهكسوس. أمير بوتو قال: سأدبر لكم الرجال وما تحتاجونه من أقوات اللي هي الأطعمة، يعني طعام الجيش وخيام. سكن نراع طبعا بقي مسرور من كلام الأمراء ومن اتحاد صفوف الشعب المصري لمحاربة ملك الهكسوس، وبدأ أنه هو يجهز للمحاربة والقتال. ولكن سكن نراع سقط قتيلا
مدافعا بدمائه عن شرف بلاده. كان الفضل بعد سخن راع لزوجته إياح حتب إن هي بدأت تدفع ابنه الأكبر كاموس لمواصلة الحرب لكي ينتصر على الهكسوس، وبالفعل استطاع كاموس إن هو يطرد الهكسوس من صعيد مصر كاملة إلى أن توفى وسقط مدرجا بدمائه بعد محاربة الهكسوس. خلف بعد كاموس أخوه أحمس، زعف جيش مصر بقيادة أحمس من طيبة إلى الشمال. كان متحمسا للقاء الدخلاء، متعطشا إلى الفتك والقتل بهم ليخلص بلاده من الذل الذي لحقها والعار الذي خيم عليه. ما إن انتقى جيش أحمس بهؤلاء الرعاة الدخلاء حتى اندفع نحوهم مثل الأسد الذي يندفع إلى فريسته، وانقض عليهم انقضاض الطير الجارح على صيده. أمام هذه الصفوف الزاحفة لم يجد هؤلاء الدخلاء غير الفرار إلى الشمال، وراح أحمس يطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم. قدام الإرادة الصلبة الوطنية الصادقة لم يستطع طبعا ملك الهكسوس غير الهرب من الجيش المصري، وعاد من حيث أتى. كده استطاع أحمس أن ينقذ مصر القديمة كلها من هؤلاء المغيرين الدخلاء بعد أن جمعت الكلمة ووحدت الصفوف للجهاد ضد الهكسوس.